سلام البنات، لاباس عليكم؟ صباح النور عليكم. صراحة أول حاجة بغيت نبارطاجي معكم هذا الجو الزوين والغزال اللي كنموت عليه. بعد أنايا كيعجبني بزاف، وهاد الخريف هذا اللي توحشناه في المغرب مبقيناش كنشوفوه، ولات إما الصهد يا إما البرد. المهم البنات، كيف ما كتشوفوا في الفيديو، في العنوان ديال الفيديو ديال التعريف بالقناة ديالي، المهم مرحبا بكم في القناة ديالي قبل كل شيء، ومرحبا بي عندكم. ان شاء الله نكون خفيفة تظل على قلوبكم، ما نكونش ثقيلة الشتا كتصب. المهم البنات، الفكرة ديال القناة، بالنسبة لفكرة القناة، هذه القناة بين قوسين غتكون للمبتدئين، ماشي المبتدئين، وحتى انا مبتدئه منهم، يعني ماشي انا يا عندي شي اكسبيرينس كبيره وغادي، لا حتى انا غادي عندي واحد تجربه متواضعه جدا وغادي نشاركها معكم ونستافدوا من بعضياتنا، حيت انا كنت انا من المتتبعين ديال اليوتيوبرز بزاف، وكنت كنشوف يعني شي حوايج مثلا بعض المرات كنخلي دي كومونتير الله يسلمها الناس ما مسالياش ما كتلقاش فوقاش ترد عليك وهذا، فانا قلت علاش لا لي ما نديرش قناه ديالي ونتشاركوا فيها بزاف الحوايج تنفعوني ونفعكم، ونتشارك معكم تجربتي المتواضعه. بالنسبه لعلاش انا قلت المبتدئين، صراحه البنات المبتدئين في الحياه الزوجيه، يعني الناس اللي كيلقاو راسهم واحد جوج، يعني جا داكشي بالزربه تزوجوا ما عندهمش يعني واحد العلاقه كبيره ولا زوينه مع المطبخ، ما عندهمش واحد العلاقه زوينه مع داك بزاف د الحوايج، يعني كيف ما كنشوفوا حنايا دابا كنشوفوا الناس اللي كيديروا لي فيديو كتلقاهم التنظيف، بالنسبه للتنظيف راه كلشي كيديروا كلشي كيعرف ليه، راه حنا عندنا بالفطره المغاربه. بالنسبه لل يعني التنظيم التغيير الطبخ، يعني عندهم اكسبيرينس، عندهم ما يقولوا. انت مثلا بالنسبه لي انا بزاف البنات بحالي يعني من القرايه الخدمه لهذا ما بلا ما نلقى مبررات راسي بصح ما كنعرفش بزاف، وعاد واحد العامل اخر اللي كيأثر كتلقى راسك في الغربه، يعني ما عندك اللي يعاونك، ما عندك اللي يسمع لك، حتى الفرحه ديالك ما عندكش اللي مع من تبارطاجيها. فانا قلت علاش لا اللي ندير هاد القناه نتشارك معكم الطرائف والقصص ديالي، وتشاركوا معايا نتوما ونبداو تبداو معايا بداياتي، ونبداو دقه دقه درجه درجه من الزيرو. ان شاء الله تعجبكم الفكره. وبالنسبه للحوايج اللي غتلقاهم في القناه ديالي باش ما نطولش عليكم، بصراحه غتلقاو كيف ما قلت لكم تجربتي المتواضعه في الطبخ، شويه ديال الوصفات الجمال وهذا اللي كنستعملهم واللي كنعرفهم، وغتلقاو بحاجه كبيره بالنسبه للناس اللي كيبغيو هواياتهم السفر والخروج والدوران. انا كنموت على شي حاجه سميتها الخروج والسفر والاكتشاف البلايص الجداد، فغتلقاو عندي بحال هاد الانواع ديال الفيديوهات، يعني اي حاجه غنشوفها اي حاجه غنمشي ليها اي حاجه جديده غنديكم معايا وتكتشفوا معايا، تشوفوا البلايص الزوينين وتساروا مجموعين. وواحد الحاجه واحده اخرى اللي مهمه، انه كيفاش جيت لهنايا بالنسبه اللغه، وبالنسبه لكيفاش تاقلمت مع المجتمع بالزربه، بحال دابا انا عندي 4 شهور، كيفاش اندمجت مع المجتمع، كيفاش بديت كنتعلم اللغه، كيفاش درت صحابات، شنو هما البلايص اللي كنمشي ليهم باش يعاونوني. المهم هادشي كامل مازال ما يتقال بزاف. المهم البنات، لا عجبتكم فكره القناه خليو لي لي كومونتير ديالكم لي لايك باش دعموني ونزيد القدام، واللي ما عجبتوش القناه ماشي مشكل على راسي وعينيا. وتهلاو في ريوسكم، نهاركم مبروك، السلام عليكم.